خطوات حثيثة وجهد غير مقل للوصول إلى بلد آمن خال من النزاعات المبنية على القبلية والجهوية، هذا ما تسعى إليه وفود المصالحة في مدن شهدت مدا وجزرا بين قبائلها علها تصل إلى توافق. ولكن ما تعيشه البلاد الآن من أوضاع أمنية متردية جعل مساعي المصالحة تعود إلى نقطة الصفر، إما عبر خرقها أو عدم الاتفاق بين مختلف الأطراف في جوهر بنودها. لعل أبرز هذه المساعي اتفاق روما الموقع بين قبيلتي التبو وولاد سليمان في مارس من العام الماضي، والذي فشل لأسباب أمنية عقب تجدد الاشتباكات بين القبيلتين، ولا تزال الجهود متواصلة حتى الآن بغرض وقف إطلاق النار بينها. الحال في مدينة درنا ليس بأفضل مما تعيشه سبها، إلا أن ما أزم المساعي احتجاز وفد من المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية من قبل ميليشيات الكرامة في رفض منهم للصلح والاتفاق، بل وتوعدت بعملية عسكرية لاقتحام المدينة والقضاء على من وصفتهم بالإرهابيين. مسارات المصالحة شملت أيضا مدينتي مصرات وتورغا، والتي لا يزال صداها ساريا بين أطرافها أملا في رجوع النازحين وإنهاء الأزمة. الوضع الأمني يظل سيد الموقف كذلك في الطريق الساحلي، فتكرار إغلاقها بسبب عمليات عسكرية هدفها من يسيطر أولا على المنطقة صعب محاولات رأب الصدع بين الزاوية وأورشفان تارة والزاوية وجنزور تارة أخرى، وسط غياب وسوء تنسيق واضح من الجهات الأمنية. انفلات أمني تعيشه البلاد يطرح تساؤلات عن مصير تلك الجهود في ظل الأوضاع الراهنة، وهل ستشمل المصالحة الوطنية الشاملة من تلوثت أيديهم بدماء الليبيين؟